عبد الله الحافظ هنا. دقيقة أنت راح أجلس هناك. ماجد النفيعي. طيب كل الشباب المتأخرين اليوم راح يكون عليهم خصم بناء على تأخيرهم. راح نراجع حضورهم للاختبار الجاي، هل يحضرون الاختبار الجاي ولا لا. فهي بين خيارين، يا يخصم عليهم أو يمنعون من الاختبار الجاي. هذا بالنسبة للأشخاص المتأخرين. زميلكم اللي قبل شوي هذا راح يكون وضع استثنائي وله عقوبة مغلظة راح تكون بناء على أسلوبه اللي كان قبل شوي. نعم احنا كلنا تأخرنا، يعني في ناس ما جو الأسلوب عن أسلوب من شخص لشخص يفرق. احنا كل شخص متأخر له لي الحقية أن يخصم عليه بناء على الكلام اللي اتفقنا عليه من أول يوم. بس ترى ما عندنا وقت حق التوقيت ولا حد. طالبوا الإدارة أن يحطوا لكم ساعة باللوكيشن، يحطوا لكم ساعة باللوكيشن، يحطوا لكم ساعة عندكم بالغرف داخل عشان تكون عارف التوقيت. خلاص أنا ماني مسؤول، أنا ماني مسؤول. لو تروح تسأل الإدارة أو تسألون زملائكم اللي عندهم ساعات وتجلس تتابع الوقت، هذه ما هي مسؤوليتي ابدا. انا ثبتت لك وقت هنا عشان انت تقدر تعرف الوقت هذا ترجع فيه الاداره، لا ترجع لي انا فيه وتقول انا ما عندي ساعه. هذا ابدا عذر ما هو مقبول. بس الرجال كان موجود يوم طلع الرجال. انا يوم دخلت وبدينا الفقره وينه؟ سؤالي واضح. انا يوم دخلت وبديت الفقره وينه؟ موجود؟ لا يصحي الشباب. خلاص يروح يصحيهم. يروح يصحيهم، انا ما سمحت له. انا ما سمحت لشخص يروح يصحي احد. يا كوتش ترى هو اللي صحانا والله. ايش هو اللي صحى الشباب؟ خلاص يكمل جميله معهم. يا كابتن طارق والله بس المره اللي فاتت ما كان في وقت ثابت، جيت انت ما جيتنا الا مرتين وقلت انها 5:15، بس المره اللي راحت ما جيت 5:15. طيب انا علمتكم المره اللي فاتت ليش تاخرت صح؟ الاداء حقت الاختبار ما كانت موجوده والتاخير اضطراري وانا علمتكم. صحيح. هذا وضع استثنائي لا تعتمده. الكلام اللي انا قلته اعتمد عليه. انا ثبتت لك كل شيء من اول يوم. كل شيء ثبتت لك اياه من اول يوم، علمتك ان التاخير راح يحرمك من حضور الفقره وراح يحرمك من الاختبار نهايه الاسبوع. المفروض يعني اول ثلاث حصص تتساءل معنا بايش؟ ان الفكره ما وضحت، ما عندنا ساعات، ما عرفنا السياسه اللي راح نمشي عليها. تاخيرنا 5 دقائق. تاخيرك ما ياثر عليك انت فقط، ياثر على زملائك اللي جايين بدري. لو الموضوع يأثر عليك شخصيا لحالك أنا هنا أتجاوز، لكن تأثير على الفقرة وعلى زملائك الباقيين، زملائك اللي جايين بدري ما لهم ذنب. ما لهم ذنب في تأخيرك أبدا. فحنا عشان لا نجلس نضيع وقت، حنا ثبتنا مبدأ، يا ليت الكل يلتزم بهذا المبدأ اليوم. هذه عشان تكون درس لك مستقبلا، راح يخصم عليك عشان تحاول أنك تحرص في الحضور خلال الفقرات الجاية. نعم سير حنا وياه، حنا خمسة قبل. لا حد يتعذر عن أحد. أنا ماني متعذر، لكن كل يوم تأخر. كل مسؤول عن نفسه يا رشيد. أنا والله كل مسؤول عن نفسه. أنا والله داري، بس خلص يوم كان موجود نقاش. النقاش انتهى يا رشيد، لا تناقشني فيه. النقاش ما أبلغ. لا تناقشني فيه، لا تناقشني فيه. كوتش قرآن منزل ولا مرونة شيء. مرونة بالتوقيت ليش يعني؟ وش الهدف من المرونة هذه؟ يعني تزاحمنا مثلا احنا نبدل الملابس او سؤال وش الهدف من المرونة؟ ما علي من المبدأ هذا تشرح لي وش الهدف من المرونة في التوقيت؟ عشان ما يكون فيه تضجر. وش تفيد الفقرة فيه؟ عشان ما يكون فيه تضجر من الشباب. وش تفيد الفقرة فيه؟ عشان ما يتضجرون الشباب من الانضباطية الشديدة اللي في الفقرة. انت عندك كم ساعة البث؟ كم ساعة؟ 21 ساعة. ها؟
21 ساعة. يعني عجزان تجي تسبق بس التزم على ال 45 دقيقة حقت الفقرة هذه. لا احنا ما عجزانين. شوف تأخيرك يأثر على الفقرة، وأنا علمتك الموضوع هذا المرة اللي فاتت. مخصوم عليك وجلس مع الشباب هنا. رد الباب. تأخيرك يأثر على الفقرة كاملة، لو كل شخص بيجي متأخر بوقف الفقرة عشان يدخل، الفقرة راحت كلها توقيف لأن فلان متأخر وفلان متأخر وفلان متأخر. احنا فقرتنا 5:15، الحين 5 36 دقيقة راحت مننا قرابة 20 دقيقة عشان تأخير بعض الشباب. ليش؟ من المسؤول عن الوقت هذا؟ ها؟ فاهم فكرتي؟ فالتأخير بيضر الفقرة كاملة وبيضر الشباب اللي جايين بدري. خلاص عشان لا نضيع الوقت خلونا نختبر. علينا. طيب. بس بخصوص أسلوبه أخونا الصغير سلطان وأصغرنا أتوقع، وهذه ضغوطات من المنتج عنه حياة مغلقة تاما. فبعد إذنك أنت أهل العذر وأنت أهل التقدير، إحنا نبغاه يكون مع الشباب وبالخصم اللي جاهم يجي. هذا اللي كان. كابتن حلو. هو استأجر بالسوق ممكن إنه ارتفع الصوت ولا كم حاجة. واحد قبله سألته كم الساعة؟ سؤالي واضح، كم واحد قبله سألته عن الساعة؟ ممتاز. بعضهم ما عندهم ساعات. ممتاز. بس أبي أثبت تأخير. مبدأ إنه متأخر. حلو. لا أقل ولا أكثر. اللي بعده. خلنا كمل كلامي. هو عارف نفسه متأخر. حلو. ومن قبلها سواء أنا سمحت له ولا ما سمحت له كان موجود ولا ما كان موجود، أنا الحين أنا اللي جالس أعذركم. يعني أنا لو جينا للحق أنا ما علي كنت موجود هنا قبل البث ولا ما أنت موجود، مو مسؤوليتي. حلو. أنا وقتي 5:15 تلتزم لي بوقتي. حلو. كنت موجود وطلعت الله يستر عليك، روح ولا تجي. مفهوم. أوكي. انا اني اتساهل معاك او اني اقلل خصمك لانك موجود قبل البث، هذا التعاون مني معاك. ممتاز. ولا ماني مطالب الحين انت عشان تاخير، التاخير لك الحق والصلاحيه كامله. لو انت انا وحتى الاسلوب وحتى الاسلوب ما هو نطلبك احنا في السلوك الحين. ما نتكلم عن التاخير. طيب انا بس السلوك انك تعذرنا كلنا مو بس. كم له البرنامج بعدي؟ تقريبا 10 ايام. 10 ايام. 11 يوم. هذا بعد شهرين ايش بيسوي؟ افضل واحد بيكون. ها؟ افضل واحد على اساس حكى انت الحين؟ لان لكل جواد كبوه. طيب اسمعني انت الحين عذرك له، عذرك له انه منضغط، انه كبوه، انه منضغط كبوه. انت قلت ضغوطات نفسيه صح؟ ضغوطات من المنتجع اللي هي. طيب ضغوطات من المنتجع في 10 ايام عادي. المنتجع راح يضغطك زياده 3 شهور قدام. بعد شهرين ايش بتسوي؟ كثر الضغط ما تورد الا النجاح باذن الله. وسلطان اول الناجحين بعد الله. هو انا يعني بهذا الاسلوب. ابو سلطان افضل مني بهذا الاسلوب. نزوه شيطان ما فيها مشكله. خلاص احنا نطلب كل عذر عشان احنا لا نطول خصم مع الشباب. بس يا كابتن لا 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 خصمه مضاعف. احنا عشان لا نطول السالفه يا شباب. خلاص اعذرونا بالله. خلاص كان موجود هنا معي وكان يسال كوتش تاخر. معلش خلوا الاعذار هذه حاليا. خلونا نبدا فقرتنا. استرح مع الشباب وراح يخصم عليك مع المتاخرين. تفضل عشان ثبت طريقه الاختبار. طيب